أخبار اليوم. ماذا تقول عن القضية التي أثيرت مؤخرا إعلاميا مع المستشار مرتضى منصور، وما هي آخر الإجراءات والقرارات اللي حضرتك اتخذتيها تجاه هذه القضية؟ هو خد إعلاميا ضجة كبيرة جدا، خد إعلاميا إن أنا وقفت، أنا اكتشفت إن أنا وقفت قدام أسد غفور، عايزة أقول لك يعني فجأة لقيت كان سين أو صاد أو عين، هو مين أنا قطعت، لأن فعلا كنت، لكن ما كنتش متخيلة إن الموضوع هياخد هذه الضجة الإعلامية الكبيرة. انا قابلت المستشار مرتضى منصور في مكتب وزير الشباب بالصدفه البحته، و يعني يمكن نكون قمنا باللوم والموضوع، لكن هو في النهايه هددني تحت قبه البرلمان ولن اقبلها. في النهايه هو قال لي مش هسيبك وهتشوفي، ودي انا برلمانيه زي هو تحدث كمان عن شقه اسكندريه. انا مش عارفه ايه حكايه شقه اسكندريه حقيقه، انا مش عارفه، وجاب كمان سيره زوجي في احدى المداخلات، ودي برضو نقطه انا مش هقبلها بسهوله، لكن على اني ان ارضى ان هناك في البرلمان مجموعه كبيره جدا من النواب بثقافات مختلفه وباراء مختلفه، ونحن كلنا زملاء داخل قبه البرلمان، بس اكيد انا مش هسيب حقي. يعني حضرتك تعملي ايه؟ لا خليني اقول ان انا ممكن ما اسيبش حقي بكل الطرق يعني.